يلا هو سموذي الطاقة. أيوة. غني بالحديد يا عيني، عصير برتقال، حليب سائل، وبذور شيا، وسبانخ أخضر. كمان مين معانا تمر منزوع النوى، برتقال مقطع، موز مقطع، وتوت فريش أو مجمد. صح. هلأ هاي التوت صراحة فزلك مني، بس عشان بدي أخذ الحموضة تاعته، هو مجمد بيعطيني حموضة. في ما في اعملي حالك مش شايفيته بالوصفة. الموز بوتاسيوم، يعني أنا مثلا ما بحب الموز لأنه فيه حلاوة، بس هو عبارة عن نوع من أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم. إذن إحنا عم نركب نكهات صحيحة. السبانخ أنا ما بستخدم البلدي لحبته كبيرة، بستخدم المبكت تبع السلطات. ليش حكيت لكم نستخدمه على البارد؟ لأنه فيه نسبة حلاوة. البلد اللي ورقته كبيره فيه نسبه ملوحه. اوكي تمام. بس الاثنين غني بالحديد، فانا بستخدم. ما بدك سبانخ حطي جرجير وادعي لي شيء بشهي. التمر منزوع النوى، بالاردن الحمد لله الخير موجود عندنا تمر مجهول بجنن، فيه هبره. الهبره انه الحبه نفسها مدسمه. قشور التمر قديش فيها نسبه حديد، فما بالك حبه التمر كامله روعه. هلا انا ما راح احط عسل، راح احط تمر، راح احليه بالتمر. بس انا مستغربه وجود السبانخ، مع انه كتير مفيد وبناخذ الفائده بحس اسرع من الطبيخ لما بيكون عصير علب. طبعا. هلا شوفي، احنا بيوم جديد مره عملنا سموذي الجرجير بالايس كريم، وصراحه يعني اجاني مسجات كتير، ناس كتير اعترضت انه يعني صرتوا تحطوا المالح مع الحلو كيف ركب. هذا السموذي طلعنا فيه في يوم جديد، بتذكر في بداياتي قبل سنتين. أوكي. يعني استغربت انه تم ادراج على قائمه طبعاً. احدى الكافيهات في اربد الحبيبه، فدائما التجربه سيد صح الموقف. فحطينا يومها ايس كريم والعصير الغازي الشفاف وايس كريم فانيلا، وحطينا كمان جرجير وضربناهم مع بعض مع شويه عسل. ودوقي حلو. بسم الله. يلا رح ننزل البردقان حبه. اوكي. باللب تبعها، يعني الفايده كلها جبتها. وراح احط شويه عصير، بسم الله الرحمن الرحيم، اورنج برضه كمان حبه. هي صار في عندي حصتين من البرتقال. راح اجيب حليب، فيك تستخدمي حليب خالي كامل اللي بدك، قليل، فيك تستخدمي حليب صويا، حطي اللي بدك. بس شو الاطيب بيطلع مع هاي الوصفه؟ قليل الدسم. تمام. مش خالي ولا كامل. أوكي. الدسم. عسل ما راح احط، راح احط تمر ما يقارب 3 حبات أكثر هدول. طيب وشيا حط معلقة كبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هي، لا تنقعي ولا تعمل فيها إشي، بدي إياها تضل مبينة معاي. طبعا هاي ألياف، أنت عارف شو يعني ألياف؟ يعني بتحسسك بإشباع، يعني طبعا بتاخدي الحصة من هالكاسة، هي صدمة رح تكون. تزبط للأشخاص اللي بيروحوا على الجيم؟ هلا انا ما بحبش اقول تزبط وما تزبط اي شيء صحي، لاني انا مش صاحبه اختصاص في عندكم اخصائيين تطلع بتنصح، بس بحسها بتشبع. هي حصة كبيرة، شايفين هذا مجمد، أنا بجيب الكيس اللي فيه هيك كمشتين كبار وبخليه عندي بالبيت، كل ما بدي بسحب منه كمشة، بس عشان أخذ حموضته، عشان أنا أستصيغ، لأنه في تمر، في موز، صار حلو كتير طبعاً. البردقان حلو كمان، فأنا بس هيك يعني شوية تكة عشان أكسر الطعم. واستخدمي هذا السبانخ وين بتلاقيه، حتى هذا شوفي بتمسكيه زي الجرجير بتاكليه، ترقشي بتمك وهو سبانة. حلو. موجود عند محلات الخضار، معك هبل حتى. يلا بدي أقول لأمجد السيوب صباح الخير، أمل حماد صباح الخير، فردوس الغول صباح الخير، وحمزة الصلاحين، موسى خشان، وأم رامي كنعان صباح الورد أكيد، أم حسين العبدالله صباح الخير، حمزة الصلاحين يسعد صباحك، ووليد النمري صباح الخير. يلا يلا نطير.
وجود السبانخ مع التوت الأسود عمل لي هذا اللون. إذا شلت التوت رح يصير اللون على فاتح اللي هي الأخضر مع الموز، هيك يعني إشي منطقي، رح تحس اللون حلو. فإذا ما بدك تحطي التوت ما تحطي، بس أنا حكيت لك حطيته لغايات الطعم، مش بهمني لونه، بهمني كمان طعمه. رح أدوقه. زاكي يا سلام، حبيت إنك حطيتي موز كمان. موز، الموز نكهته. دوقي هبة، هاي معلقة جديدة، تفضلي دوقي مأسكا. يعني ولادي هيك حلوين بحط لهم جنبه بكسات صغيرة دسموزة بالشي، بنبسطه. والله طيب، عم سألوني بالجاليري، والله طيب. ماشي أحسن. طيب خلص خلص. بس عن جد زاكي سلم. بس هلأ عشان في موز حيسود، إذا بده يقعد بالتلاجة وإنتي مو حمل إنك تشربي هالكمية أو حطيتي وما شربوا ولادك، أعصري عصرة ليمون. عصرة الليمون بتخلي الموز جوا ما يتأكسد وما بصير لون العصير أسود، وما بيأثر على الطعام؟ لا لا. أوكي. أنا حطة تمر. موسى خشان ومهند الخوالدة، صباح الخير. وأمجد لسيوف، صباح الخير. ابتسام الكيلاني، سعد صباحك. وثائر العربيات بتقول لك وجبة كاملة. وجبة كاملة وغنية وفيها كتير عناصر، فيها فيتامينات أكيد مفيدة للجسم 100%. يعني ممكن تحط أي نوع هي فواكه بتحبه الست، ولكن حكيت لك ما بدك سبانخ حطي جرجير، بدك تحطي الاثنين مع بعض برضو كمان بطلع إشي كتير زاكي وطيب. هلأ صار في محلات كتير هبة متخصصة بالبلد، صارت عم تبيع هاي العصائر. صار في عنا انفتاح، صار في عنا. يلا على طول. يلا ياسمينة، صباح الخير. صباح النور. سري حبيبتي، خليناكي تستني شوي على الخط. لا عادي. حبيبة قلبي، شو عم تعملي؟ قد ايه عمرك؟ 13. العمر كله يا رب. مدرسة قربت، جهزتي حالك؟ الحمد لله جهزت حالي. برافو برافو بطلة. هاي شف معاكي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا بالابطال. منورة سهلة. بوجودك يا قمر. اهلا وسهلا عمري. يعطيك العافية حبيبتي، عافي عمرك وقلبك يا رب. احنا غلبناكي معنا. انت غلبيني كل يوم وتدللي، بس هاي الابتسامة تضل على وجهك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسعدك حبيبتي، يسعدهم هالبنات ما ألطفهم. شكرا. سلمي لي على الماما يا قمر. الله يسلمك. يسعدها. وهي بتسلم عليك كمان يا بي. يسعدها، بوسي لي اياها. ايوه شكرا لك يا ياسمينة. تمام خلصنا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يعني يعطيكي الف عافية صراحة شيف. هيك الطبيخ مع علا هيك تك 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 خلصنا. مش عارفة ليش إحنا ما بصير معنا هيك بالمطبخ علا، يعني النية. أبدعتي. أبدعتي أبدعتي صراحة. يعطيكي ألف عافية. حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم. ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله يوم السبت بنكون معاكم بحلقة جديدة. أكيد يا أمر، الله يعطيكي ألف عافية وموفقة، ونهاية أسبوع سعيدة إليك ولكل الحلوين اللي عم يسمعونا. أيامكم حلوة بحلاوة هالألوان. ديروا بالكم على صحتكم دايما، غذي حالك وغذي نفسك. ما حدا بينفعك لا هلا ولا بعدين غير صحتك، هي اللي بتخليك دائما واقفة على رجليك برفع راسك لفوق. للتذكير بالاصناف، سوينا شوي بشار الدجاج سويت ساور باستخدام اللي هي الصويا صوص وشوي من الكاتشب ومية الاناناس. سوينا كمان شوية عصير مشروب الطاقة، دائما يعني كوني حريصة على تناول هاي العصائر في منزلك في بيتك لأبنائك، بالإضافة لسلطة البطاطا المقلية مع دبس الرمان وشوي من الخضار والجرجير. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وبدنا نودعكم بحلقة نهاية الأسبوع، حلقة يوم الخميس، على أمل اللقاء فيكم غدا
أو يوم السبت بعد غد إن شاء الله تعالى. نشوفكم على خير، ديروا بالكم على حالكم واستمتعوا بأيامكم. جايين شوب شوي هالعصائر رح تبرد.